السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أينما كنتم، مرحبا بكم في شرح جديد نقدمه لكم فقط وحصريا على قناة سلسلة لقاء مع الموجي. هذه القناة التي تحتوي على مجموعة من الفيديوهات المهمة التي تساعدكم من أجل اختيار سليم وكذلك التعرف على مجموعة من الشعب والتخصصات المتواجدة بالجامعات المغربية. أصدقائي، في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله تعالى فأنا غادي نهضر على لينيس ولا المدارس العليا للأساتذة. كما كتعرفوا بأن المدارس العليا للأساتذة فقط كإجابة على واحد السؤال تطرح، كاين مجموعة ديال المدارس العليا للأساتذة، كاينة في الرباط، كاينة في كازا يعني الدار البيضاء، كاينة في مراكش وكاينة في تطوان. هاد المدارس أشنو الدور ديالها؟ هي أنها تكون مجموعة ديال الأساتذة اللي غادي يقريو سوا في الليسي ولا في الكوليج ولا كذلك في الابتدائي. ومن ضمن الآفاق المهنية ديالها هي أن هاد الناس اللي غادي يحصلوا على هاد الإجازة المهنية في التربية أنهم يقريو سوا في العمومي ولا في القطاع الخاص. كما تنقول لكم فهي خاصة بعلوم التربية، غير هما تيقول ليها الإجازة في التربية. وغادي نتعرفوا على أهم الحوايج اللي خصنا نديرو قبل ما نبداو التسجيل ديالنا. أول شيء أصدقائي، قبل ما نمشيو للموقع ولا بغيتو نمشيو ديريكت من الموقع نمشيو، ملي كنمشيو لجوجل فاحنا تنكتبو NS يعني E N S مكناس. حنا حيت دابا التسجيل بدا في مكناس وش تحت الإعلان ديال تطوان، فاحنا اليوم غادي نهضرو فقط على المدرسة العليا للأساتذة ديال مكناس. كندخل لهذا الرابط اللي كتشوفوا، من بعد ما كندخل ليه فانا كندخل الموقع ديال المدرسة العليا للأساتذة بمكناس. حنا هادشي كامل ما كيهمناش، اللي كيهمنا هو ان غادي نبقاو نعودو نقلبوا بهاد الاسهم هكا حتى نلقاو هذا الاعلان. ها هو فتح الترشيحات لولوج مسالك الاجازه في التربيه. انا كنكليكي صراحه على هذا البي دي اف ما تيبغيش يتفتح ليا، ولكن ملي كنضغط على الموقع تيتفتح. بغيتو تشوفوها هو دابا من الصباح انا كندير اكتواليزي ما تيبغيش يتاكتواليزا. واخيرا ما عرفت شي حاجه وقعت. دابا انا يلاه درت اكتواليزي ويخدم من الصباح مضرب معاهم باش يخدم. دونك حتى تكون ما خدمش راه ديجا وجدت هادشي كامل، هاد التصاور ديجا وجدتو هي باش تكون عندكم واحد لي دي جينيرال، واحد الفكره عامه على هاد الاجازه في التربيه وكذلك مجموعه ديال المواعيد اللي خصكم انكم تردوا لها البال. حيت لا بليبار ما تيقراش الاعلان، لا بليبار تيمشي ديريكت كيتجلى خصني نقرا الاعلان وخصني نقرا الشروط ديال القبول وكذلك تاريخ ديال قبول الترشيحات وتسليم وثائق الترشيح عن بعد لتأكيد الترشيح وكذلك تاريخ الإعلان عن الانتقال الأولي بالإضافة كذلك إلى تاريخ المقابلة الشفوية. كهادشي كامل اللي قلت دابا راه هو هذا، غتجيو لهنا وغتقراو كلشي هادشي. بالنسبة لهنا كما كتشوفوا المسلك يعني المسالك اللي خاصة بالإجازة في التربية ليسونس ديديوكاسيون. عندنا تخصص تعليم ابتدائي، عدد المقاعد اللي هي مطلوبة طالبين 60 واحد، سبيسياليتي انسينيومون سكوندير بالنسبة للناس ديال الماض، نفس الشيء كذلك بالنسبة للناس ديال الإعلاميات، الإعلاميات طالبين فيها 40 بلاصة. هنا كذلك طالبين 60 مقعد، يعني مثلا نقولوا بلاصه ماشي توظيف، يعني انت بغيت تقرا في هذاك المقعد اللي تنقصد به انا. كذلك تخصص التعليم الثانوي اللغه العربيه، وهنا كما كتشوفوا قراو هنا راه تنعطيكم انا كذلك كنعطيكم فقط المسالك وانتم قراو الشروط. يعني الا اخترنا مثلا تخصص ديال التعليم الثانوي فخصك بعدا تكون اقل من 21 سنه في 31 دجنبير 2020، شهادة البكالوريا كل التخصصات يعني أدبية علمية ولا تقنية ولا مهنية عندهم الحق أنهم يدفعوا لها. كذلك عندنا سبيسياليتي أونسينيومون سكوندير لونغ فرونسيز، حتى خصك تكون أقل من 21 سنة في 30 جانفي 2020، يعني إذا دخلت 2021 فأنت ما بقاش عندك الحق باش أنك تسجل في هاد الإجازة في التربية في واحد التخصص. في التخصص يعني كاين تقريبا دايرين نفس الكونديسيون، تختلف فقط هي في شهادة البكالوريا كل التخصصات. ولكن بالنسبة لنا سبيسياليتي أونسينيومون سكوندير هنا الماتيماتيك ولا انفورماتيك، راه هنا إلا شفتو راه هنا دايرين واحد الشرط هو ديال شهادة البكالوريا
العلمية وشهادة البكالوريا العلمية كذلك حتى في المات. عندكم كذلك هنا تاريخ ديال الترشيح راه غادي تبدا من البارح، يعني بدات من البارح 16 يوليوز، وغادي تسالي نهار واحد في شهر 8 في شهر 9، يعني شو تنبير. وكذلك هنا تسليم وثائق الترشيح عن بعد لتأكيد الترشيح، غادي يكون من 3 شتنبير إلى 14 شتنبير. وكذلك تاريخ إعلان عن الانتقال الأولي غادي يكون 16 شتنبير، وتاريخ المقابلة الشفوية غادي يكون من 21 شتنبير، يعني في شهر 9 إلى 26 شتنبير. هادشي باختصار أصدقائي، وكذلك بأن كما كتعرفوا بأن المدرسة العليا الأساسة بمكناس فهي ما فيهاش اختبار كتابي، كاينين الانتقاء اللي تنقولوا ليه لا بريسيليكسيون، وعندنا كذلك مقابلة شفوية، يعني إلا تقبلتي في ديك لا بريسيليكسيون فأنت غادي تمشي دوز واحد المقابلة شفوية تبعة الالتزام الذي يوفره الموقع بعد التسجيل القبلي وتوقيعي والمصادقة عليه. هذا الالتزام اللي تنقول لكم هو اللي دخلنا للسيت، هو جو غيان بريم لاكت دونجاجمون، هو هذا كما كتشوفوا أصدقائي. ونفس المعلومات اللي تنقر عليكم دابا ولا اللي كنذكر بها راه هي اللي كاينة في البي دي اف، هنا غير هما تيعاودوها. دونك اصدقائي غادي نمشيو مباشره حنا للموقع، ندير جو مو بري انسكري، كنكليك عليها وتنتسنى كذلك الى ان يتم فتح الموقع. وهنا ملي كتشوفوا ملي تفتحت ليا المنصه الخاصه بالتسجيل، فانتم هما تيطلبوا لنا هنا ملي كتشوفوا ديما هاد سي ان اي ولا تيديروا سي اي ان، عرفوا بانه تقصدوا به رقم بطاقه التعريف الوطنيه. هنا كتكتب الاسم العائلي، وديما عذر دول هذا الدول بان هذا الاسم العائلي، بعض المرات تكتبوه لكم بالفرنسي وبعض المرات بالعربيه، وبعض المرات تقلبوه من الاسم الشخصي والاسم العائلي. الاسم الشخصي هو محمد علي فاطمه حاده حسنه وغيرها من الاسماء. مثلا نقول العائلي مثلا العبيوي، مثلا الناصيري، مثلا وغيرها من الاسماء العائليه. دونك هذا الشيء تنقصد. هناك طالب لكم لونو، لونو هو الاسم العائلي ديالكم بالفرنسيه، قال لك كاركتير لاتان، يعني خصكم تكتبوه بالفرنسيه. برينو خصكم تكتبوه، البرينو هو الاسم ديالكم بالفرنسيه. لادغيس يعني غتمشي للدار ديال لاكارت ناسيونال ديالك وغادي دير داك العنوان ديالك كتبو بالفرنسيه وهني راسك. عندك ايميل هنا كتبو حتى هو هنا ايميل، وخصكم هاد الايميل اللي كديرو خصكم يكون ايميل حقيقي، ما تحاولوش باش انكم ديروا ايميلات مزوره. كما كتشوف بزاف ديال الناس وقعوا لهم مجموعه ديال المشاكل وهما بيتسجلوا في مسار، دونك ما تحاولوش ديروا نفس الغلط، ديروا ايميل ديالكم خاص، يعني الا بتدفعوا للمدارس فانتوما مجبرين وملزمين باش انكم يكون عندكم ايميل شخصي، وحاولوا لما عندكم ايميل شخصي تحاولوا ديروا داك كود مسار وتزيدوا ليه 94 بوان ما، وتبدا تدخل الاوتلوك عادي، هذاك راه حتى هو ايميل غادي يبقى معكم ديما. وهنا كديروا تاريخ الازدياد، الا ما عرفتكش دير تاريخ الازدياد فهما ملي كتكليك هنا فهما كيحددوا لك هنا كيعطوك جوغ اد جي جي هي النهار، ام ام هو الشهر، وهاد ا يعني السنه فين تزاديد. وهنا كاين هنا ماسكولين ولا فيمينا، ماسكولين هو ذكر، فيمينا هي انثى. اسكو فوزيت فونكسيونير، وهل انت موظف؟ الا كنتي موظف غدير وي، الا كنتي غير ماشي موظف غدير نو. اصدقائي من بعد ما دخلنا المعلومات ديالنا غادي نجيو لهنا وغادي نختاروا مثلا ليسونس ديديكاسيون اي ليسونس بروفيسيونيل. من بعد ما اختارينا اصدقائي فكتشوفوا بان لي فيليير ديسپونيبل طلعت لنا هذه حتى هي. هنا كنختاروا واش بغينا الاجازه في التربيه تخصص التعليم الثانوي اللغه العربيه، ولا الاجازه في التربيه في تخصص التعليم الابتدائي. كل شيء هادشي شرط ليه مسبقا، فاحنا غادي نختاروا ليسونس ديديكاسيون سبيسياليتي اونسينيوم سكوندير لونغ فرونسيز. بعد ما كنختاروا هنا فكنديروا هنا ديبلوم اوبتوني نيفو ديتود، يعني هنا كتختار واش عندك باك ليتر، باك سيونس ماتيماتيك فيزيك، باك سيونس ايكونوميك، باك تكنيك توت اوبسيون، باك اترونجي ميسيون اي اوتر باردون. دونك حنا غادي نديرو باك سيونس ماتيماتيك اي فيزيك حيت حنا عندنا باك فيزيك. وبعد ذلك اصدقائي من بعد ما كندخلوا هادشي فحنا كنمشيو مباشره للخطوه الثانيه.
مباشرة بعد ما كنجيو هنا فانتوما كتشوفوا المعلومات ديالنا بقاو كما هما، ولكن هنا كيقول لك هنا يجب التأكد من صحة النقاط التي يتم إدخالها، لا يسمح لكم بتعديل النقاط بعد التسجيل. إن فوا ندير فاليدي هنا أصدقائي راه ما بقيش عندي الحق باش أني نعاود نمودي في هذا الشيء، دونك خصنا نتأكد من هذا الشيء مزيان مزيان، وغادي نشرح لكم بالعربية ولا بالدارجة باش أنكم تفهموا. هنا بروفانس يعني فين بلاصة خديتي الباك، يعني إقليم فين خديتي الباك. فكما كتشوفوا حنا هنا كاين مجموعة ديال الأقاليم، فحنا غادي نختاروا زاكورا حيت حنا دونك حنا في زاكورا. اني دوبتونسيون ديو باك هنا تيحددوك واش نتا عندك باك 2020 ولا باك 2019 ولا شي باك اخر يعني، وتقدر تلقى شي باك اخر ولكن هي ما تفوتش ديك 21 سنة. هنا تيعطوك النقطة مويان جينيرال دي باكالوريا شحال جبتي في الباك في التوتال. هنا نوت دي فرونسي في الريجيونال شحال جبتي فيها، دونك انا غندير هنا مثلا 17. دونك هنا نقطة مادة اللغة العربية امتحان وطني او جهوي، باعتبار ان العلميين الناس اللي دايرين العلوم ما عندهمش العربية في الامتحان الوطني، دونك غادي نديرو النقطة ديال الجهوي. عندنا كذلك الى ما لقيتهاش لا في الوطني لا في الجهوي غادي ديرها غدير ديال المراقبة المستمرة بصفة عامة. دونك عندك هنا نوت ماتيماتيك اكزامان ناسيونال او ريجيونال، يعني خصك هنا دير النقطة ديال الماط في الامتحان الوطني وكذا او الامتحان الجهوي. عندك هنا النقطة ديال الانجليزية، النقطة ديال الانجليزية في الامتحان الوطني، ومن بعد ذلك غادي تدوز للخطوة الثالثة والأخيرة. دونك حنا غادي نعمر أنا هاد النقط وغادي نعاود نرجع لكم مرة أخرى أصدقائي. فصراحة تنبغي نقول لكم أصدقائي أنكم تأكدوا من المعلومات اللي دخلتو قبل ما ديروا فاليدي مرة أخرى، راه كاتبين لكم بالأحمر هنا باش تعقلوا عليها مزيان. من بعد ما تنتأكد من المعلومات ديالي كندير فاليدي. كما كتشوفوا اصدقائي من بعد ما درت فاليدي فخصني امبريمي هذا الالتزام ديال دوك ديال اللي خاص باللي زانفورماسيون ديالي، وخصني ندي المقاطعه باش اني انجليزي كما كتشوفوا التاريخ فين امبريميتو، وهنا كذلك التوقيع خصني نوقع ونمشي ندير المقاطعه باش انجليزيو عليا. دونك اصدقائي تنتمنى باش انكم تكونوا استفدتوا في هذا لا فيديو. هنا كيعطوني فقط غير واش بغيت امبليمي ديريكتومون في لامبليمونت عندي، هنا يعني ديجا مسجل انا، ولا اونجستري او فورما بي دي اف. دونك حنا غنديرو اونجستري او فورما بي دي اف، راه تلون دابا ولا بالالوان ديالو العاديه. دونك غادي ندير هنا اونجستري. بعد ما كندير اونجستري اصدقائي كتشوفوا هنا فين يعني هنا البلاصه فين بغيتو تحطوه، واش بغيتو تحطوه في تيليشارجمون ولا سميتو، ومن بعد كندير اونجستري. وتندعوكم كذلك اصدقائي باش انكم ترجعوا للشين ديال قناه سلسله لقاء مع المجيب باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تعالى، ولا بقي شي حاجه ما فهمتو اصدقائي صيفطوا ليا وانا دائما وابدا راه الاشاره ديالكم. تشاو تشاو تشاو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تعالى اصدقائي، دمتم في رعايه الله.